فينك؟ أنا مش عايز أشوفك. أنت غلطت يا علي. أنا آسف يا أستاذ مجدي. آسفك مش مقبول. ده اللابتوب بتاع حبيبك كردي. عليه كل الأبحاث. مقبول؟ لا مش مقبول. أنا مش عايز أشوف خلقتك. مش عايز أشوف خلقتك تاني خالص. مش هنا بس، لا. في البلد كلها. عارف ليه؟ عشان أنا وأنت زي البنزين والنار. لو اجتمعوا الدنيا هتولع. وجودك في البلد غير مرغوب فيه. همشي واسيب البلد، وحسين اخويا مش هتشوفه تاني. بس طلع لنا زين اخويا، وحاول تطلعنا من القضيه دي يا استاذ مجدي. طلعته من ايه؟ واضح انك ما تعرفش. الست مرات الراجل الغلبان اتقتل. جات لي المكتب، وترجتني ان انا اترفع في القضيه. ناس غلابه يا متر. ناس تعبانه قوي يا متر. وانا وافقت ان انا اترافع ومن غير اتعاب كمان. وانت عارف ان انا محامي شاطر. وهجيب لك انت وحسين اعدام ان شاء الله. بس احنا عملنا كل اللي اتفقنا عليه. لا ما عملتوش اللي انا عايزه. والوضع اتغير. ودلوقتي كل واحد لازم يحاسب على عنده وعلى انه ما سمعش كلام مجدي حشيش. انا بترجاك يا استاذ مجدي، ودي اول مره ترجى حد. شوف عايزني انا اعمل ايه بس سيب اخواتي. وحق ابويا هنعتبره عند ربنا. حق؟ بالنسبه للحق انت عارف ان انا راجل حقاني كويس. شغلتي هي الحق، والحق بيقول حاجة قصاد حاجة. وانت سلمتني الأبحاث، وانا هسلمك زي شرط. انا اللي احط قواعد اللعبة بعد كده. احنا مش عايزين نلعب تاني خلاص. انا عايز العب، لسه ما كفتش. عايز اتسلم. انت عارف مشكلتكوا فين انت واخوك؟ فاهمين الدنيا دي زي الأفلام والمسلسلات اللي بتشوفوها. الخير لازم ينتصر. مش حقيقي. في الآخرة بقى كل حي بياخد حق. وأنا شايفكوا في الآخرة أنتوا الاتنين. أنتوا الاتنين ميتين بالنسبة لي. أنا آسف يا أستاذ. أنا آسف. امشي. امشي. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.